دوران مجلس المراروج كبر الشهجي إبراهيم توفا يقدمه أقامابا لما درق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أهيئكم بتهية الإسلام وهي تهية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبول شيخ حجي إبراهيم توفا يا إثيوبيا أسلمنا تقلاي مكربيت برزدانت. كبول شيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين إثيوبيا سلمنا تقلاي مكر بيت تقدامي مكتل برزدانت. كبور شيخ حامد موسى يا إثيوبيا سلمنا تقلاي مكر بيت وانا صحافي. كبور دكتور جيلان خضر يا علماء مكر بيت مكتل سبسابي. كبور حاجي طه محمد هارون يا أنوار مسجد إمام. كتلو كبران يسرى سلطانيوج كبران يكلمه يمجلس سرى سلطانيوج النا يتقلالا بباي عبالات مقوم بسلام متاجه لمالات فلقالا يساعتم قدم تكتل بعلمة أبقاتشن الجيغ وطام كرتان تأييك علن عندنا نقروج تكنيك بداي قتمون نو سلزي يساعتم بروغرام زلنا يلون بروغرام بيتشاس تاوك علمانو نجدي مجمّرية خير بداية لبرامجنا القرآن الكريم. مدركو بقرآن اتفتال بتالاكو يا أنوار مسجد إمام. كزيا بغالا كبر برزدانتاتشن يا مكفتشا نغكر يا درقالو. كساتشو بمكتل يا أوروميا سلمنا قداش كفتنيا مكربيت وقتاوي ريبورت يا درغان. كزيا بمكتل يا اديس ابا سلمنا غدايوج كفتنيا مكر بيتم اطريالو ريبورت وقتون بتملكته يا قربان. كزيا بوحالا بوقتاوي غداي لاي يا هغراوي مكتل كوميشن بتملكته كساعات بوحالا طناتاوي صحف باستاذ احمد الدين جبل يكايدا. هغراوي مككر طنات ويهيتو شي حاجي الساتشو ياسجمرانو. كزيا بمكتل يا حج يا حجاجوج غزون بتملكتنا يا دولارن غداي بحج غداي لاي حلافي يهونوت ماباريا يسطانو. اندزيوم كبيتو ويهيت كتدرجا بوحالا يا اقوام مغلچا كساعات بوحالا ينورنا. بزي بزاري بروغرام لاي سوست كونتينر قرآن بشيخ حجي أما كاينت بتا بأمرانوچو أما كاينت سوست كونتينر قرآن سكتاج قطر درس من كفافل قرآن على لأي يكللو نامنا زي ست أجوان مانو مكينا إزاي تزقاجو سوش كارمو زاري هو إزاو انتي هيدو إما چاچا يلا بلا زيادة قلو ببروغرام اند توستو يدرغان. أهون بقدن تكتل مسارات بقرآن كفتان بروغرامون بقرآن مكفتونن حجي طه محمد هارون يتعلقو أنوار مسجد إمام ودى مدرك قابزانو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. حجي طه محمد هارون بجيك بطام نامسكنا لن ببروغرام مسارات شيخ حجي إبراهيم توفا يتوبيا سلمنا تقلعي مكربيت برزدان تيمك فتا مقدر باللوبت لميديا ويدمج زيوبا اللوبت يادر قرر. Thank you.
بمقتلن زاري بمالي ربات حزنن دستن بزج ساعت من الجزي حزناتشن يوم الزهر إنيا بيت بلن من ناقر بيتاتشن ديناتشن بيتاتشن اسلمناتشن بيتاتشن هيناوتاتشن ومكنياتم بيت من البالو زلالة ماهي بيت مورنا زلالة ماهي بيتاتشن ديناتشن اسكونا درس ديناتشن تنبتو مسجداتشن فرسو سميدورو آتن كذاب هالا دامو سوج بزه مكنيات تصوتو ولكن هناك من فهو أجدر ألا تظهروا نعمة الله عليكم جملة حديث لذن أحمد لله منه بداية هذا صوت أقرأ وتسمع من أقرأ وتسمع هذا صوت أقرأ وتسمع زاد رجاء أن برسل إن شاء الله تعالى لن يكستطلنا ينسون ما ودا درم سلام يتشا بزا أنصار الحمد لله مالت بالقبلة إني سن يعدهم أجمع مرو من تزيع اللفتة العوج سوهنو الله لا يعلم تصفى إن شاء الله تعالى حقرات جين بديمقراسي بأكل النت بفتاة النت تمرالج تنورا لج بسلام تغلى صغى لج بلد الله لا تسفاتين انتلا لج هي سنن تباج عروج يلو مالات اي بلد تباج عروج كزن كزن اندالو رجيت عروج هيت مستعدو همانو تستعدو بهيمان السن من الجدو بهيمان السن مراسا كم بروسيكا مرر ندو إلا اللولو منجست مواق رست إن الزاو تسرسدو اسلمنا تقليهم هيمانو تهيل الله جو باقي يوث الدل باقي يوث أجاد آميهم ببك أجن داتشون بزدت لما الساكات هاقريتوا لما بطبط ودى التفلقاء اللي سقبا هاقريتوا لما رد وأقوارات سلطان لما يز يتكبر بيتاتشن
مسجد مارت بيتا جنو إيه وطوتن أرباكاتن إن الماكر إن المكاكر إن النقابر تماكرو يفسد فسكو أي قمام من المبالو اللي ترد مفرس يلبت كمفرس بفيت بوتر تكتو ليلة صومتو سافرس قرآن أجيسا يدفر ومسجد أجيسا كبر سايناكا إنا برأس أجيسا فكار قرآن ستن بوتان تكالين سلام سلام فلقو وإنم يا مسلم نكأت مسلم بمناك يا مسلم بيتشن يا مري بمناك بمان على بني الناس هدو مسجد شن أفرسو وردها هاجر ما فرس أي تزداجو عندنا يتغير أجي أجر يلا مسلم منور أجلم أجلم أجل أجلم أهل ماتل أهل المسلم المصدات والله يا الله البيت مفرس أي تلوم فرس أي مسلاة جوال الفرس لنا مسجد أجن بدش على هوليتا بأ الله في قادي جربا بهاجر أجن በምድራችን በከተማችን በመንደራችን ብሮ አጼዎች ሲፈራረቁበት ሲነበረ ይበቃናል። ሙስሊም በዛ በድሮ ደረጃ አይደለም አሁን ያለ المسلمين مناك إذا كان النبو براسة جم ملسو مقام كمان لباتشو براسة جم ملسو مفتشا لباتشو مسلم سلام لنا سلام سلام وداج بيتشاسايون يا سلام زمنو زوجي زي اسم السروة أمريني كتلا كل يا سلام زب مننيا يا سلام زب سنر دامو مانن سنكوتم أين كام سنكوتم أي سمام بلو عرفو ترفو بيتا اتشل لما فرس لما فرس بيتا اتشل سن مسجد اتشل لما فرس اندي دفنو اللو دورت يبصن عيسى كالتن تاغسنا لنا تاغسنا إيه النسل بكتفا هنا بتزوى واري بعد سابا زوري أيام لوت بشكر كتما يفرس مسجد الجن قطعه يأدقى مطو من حال زار مدرسو نگے تو اللو زار تو اللو ان نگا گرامن ان مکاکرامن سلامن ان مرطالن بسلامن ہربتالن
كل الأنصار دي فراشة عند هنا مكان تبادل باتجو بنيا فكر بنيا وكرنا كارونا أرض مسجد المفاس أجل إنيا الفرسال لنجي مسجد أجل أي فرسلو إذن من نادرقو تكون سلام عوينا سلام عوين بهنا ونفاو تقلنو نهد يمقباون هدات هدات البزان كتاتي جمرين اسكالاي ونسماكي هلو عريضة تاتي سلام عوين بهنا مركو أسمتنا ونهد أذرني ونهد من فلقين أهل اللهم نحجي أغر بيست أغر يهنيان شكرا عند سماء ما نفلقنا فرق إذا زوريا بجمه مكتر إن هذا اللهم بمي أنصار نومنا أهلهم المشام مسجد وچاچين يفرسوا مسجد وچاچين يتقالوا ملسل بدشارة هنيتا በዘመናዊ መልኩ የከተማን ደስታ በጠበቀ መልኩ በአላህ ፍቃድ እንገነባታለን ኢንሻአላህ አላሁ አክበር ስለዚህ የወንድም ስሞች የትም መቼም የምንፈልገው ሰላምና ሰላምን ነውና እኛ ቀስቀሶ ከኛ ጋራ ተመሳስሎ ደግሞ ሰላምን የሚያደፈርሱ አካላቶችን ከመሃላችን መዝን በህግ እንዲቀርቡ እንሰራለን። ህግ ከማንም ከሁሉም በላይ ነው። ህግ ባይኖር ኖሮ አንድ ነገር ማድረግ አይቻልምና ህግ ያላከበሩ አካላቶችን አይተናልና የደረሰበት ደረጃ ህግና ህግን ተመርኩዘን ሀቅና ሀቅን ተመርኩዘን መብታችን ለማስከበር ምንም መቼም ጥርጥር የሌለብን ሙስሊሞች መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሄሎ በዚህ ሰበብ በዚህ ምክንያት ወጣቸው ምንፈት ይበቃ ይበቁ ልጆች በጀነት ይቀበላቸው ይቆሰሉትን አላህ ያሽራቸው ቤተሰቦቻቸውን ሰብረን ጀሚል አላህ ይስጣቸው። ብቻና ብቻ ነው ካልተደማመጥን ወይም በራሴ በኩል በዛው ሄዳለሁ ብሎ ዝም ብሎ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተረጋገጠ ወሬ ይዞ እብደት ውስጥ የምንገባበት ሁኔታ እኛ ጋ አይኖርም። በተረጋጋ መንፈስ በጣም በሰከረ መንፈስ ጉዳዩን በመከታተል ህግና ህግን መሰረት በማድረግ ህግና ህግን መሰረት በማድረግ መብታችን ሙሉ ለሙሉ እናስከብራለን። አላሁ አክበር። ህግን እናከብራለን። ህግና ህግን ተመርክዘን መብታችን እናስከብራለን። ማንም ምንም ይንቀን አልፈቅድለትም። እራስን ከፈለጋ መናቅ መብቱ ነው። እራስን ይገመግም። ስለዚህ ውድ ወንድሞቻችን ይህንን የመጣብንን ፈተና
ለመመከት ለመመለስ ወደ ነበረበት ለመመለስ እኛ ሙስሊሞች በትዕግስት በሰከነ መንፈስ በመነጋገር በመደማመጥ በመከባበር በመተባበር ስንሄድና ስንሄድ ብቻ ተለያይተን የምናመጣ ጉድ የለም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ተከፋፍለን ተለያይተን ወላሂ የምናመጣ ውርደት እንጂ ውርቀት እንጂ ነስር በመለያት አይመጣም። ወደ ቁርአን ተመለሱ። ወደ ተፈረቁ ፈተብሸሉ ወተሰባሪ ሰጡ። ከዚህ በላይ መረጃ ምንድን ነው የምትፈልጉት? እኛ በመለያታችን ክፍተታችን የተገኘ እኛ በመከፋፈላችን ነው። እኛ በመለያታችን ነው። ተቀራ ፈጣን እንፈጥራለን 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 ይህለንም እናመጣለን። ከየት እንደምናመጣ አላውቅም። እናመጣለን አዎ፣ እርግጠኛ ነኝ። ከእናንተ ጋር ነኝ። ጠንካራ ተቋም እናመጣለን። ትግራችን ያ ነው። አምጥተናል አይደለም፣ መንገድ ላይ ነን። እናመጣለን እንፈጥራለን። እናንተ ጋር ነን አይደለም፣ በሶሻል ሚዲያ አይደለም፣ በተግባር ተቀራርበን አላህ ባለው መሰረት ወአምሩሁም ሹራ በይነሁም ወሻውሩሁም ፊልአም። በጣም በሚያሳዝን መልኩ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወራ ጅሃድ ያወጃሉ። ማንኛው ጅሃድ ማወጅ መብት ያለው ማንኛውም የትኛው ዑለማ ነው? ፈትዋ ያደረገላቸው ጅሃድ ደርሰዋል አልደረሰም? ዑለማ አለን። መርጃችን ዑለማዎቻችን ነው። ምንም በሉ ምንም፣ በዑለማዎቻችን ስንመራ ብቻ ነው። ዑለማዎች ተደራጅተዋል። ተደራጅቶ ጨርሰዋል ማለት አይደለም። አልሐምዱሊላህ ጥሩ ጅምር ነው፣ ጥሩ ጅምር ነው። ብቃትና በዕልም የተካኑ ዑለማዎችን አደራጅተናል። በዕልም የተካኑ ዑለማዎችን አደራጅተናል። በእውቀት የተካኑ ዑለማዎችን አደራጅተናል። በኽብራ የተካኑ ዑለማዎችን አደራጅተናል። በዕድሜ ባለጸጋ የሆኑ ዑለማዎችን አደራጅተናል። መርጃችን ወደ እነሱ መሆን ነበረበት። ምን ይሻለናል? እንዴት እንሄዳለን? አንዳንድ ዑለማዎች ምጽፎትን እያነበብኩኝ ነው። ተራ ጃህል ደግሞ ያን እዛ ስር የሚያስቀምጠው ኮሚኒት ጃህሉ ዓለም ላይ ፈትዋ ሲያደርግ ሁሉ አይቻለሁ። ይህንን እርማት ካልወሰድን ነገ ማንም ይምራ ማንም ወቀታችን ወቀታችን ይሆናል። ማንም ይምራ ማንም እኛ እኮ ከተባበርን ከተስማማን እኮ አንድ ደካማ ሊመራን ይችላል። ከኋላ ደግሞ እኛ ምሰሶ ሆነን ልንደግፈው ይገባል። ዛሬ ነጄ ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለም። ዛሬ ትናንትና አልነበርኩም፣ ለወደፊትም አልኖርም።
ሌላንም መጣ ሌላንም መጣ ወስጣው ሶሰኞች በዚያ ማካይነት ከፈት አግንቶ ገብቶ እንረብሽም ከሆነ በጥንቃቄ አይደማት አለብን እኛን እንዳሳስቱ በጥንቃቄ መሄድ አለብን ተቀራርበን ምንድነው የብለን መነጋገር መቻል አለብን ቾክለን ጥልቅ ብለን የማይገባ ነገር ውስጥ ከገባን ራሳችንም ላይ ችግር እንፈጥራለን ሀገሪቷንም እናፈርሳለን ቢናችንም ደግሞ ትላንትና የለመለመውንና ያገኘነውን እድል የጨበጥነውን እድል ከእጃችን እናስፈልጣለን ካልተባበርን ማለት ነው መጀመሪያ የያዝናትን ይዘን ቀሪውን እንዴት አድርገን እናጠናክራለን ብለን መስራት አለብን እንጂ በእጃችን ያለችው አላቀን ደግሞ ሌላ መፈለግ ህክማ አይደለም ህክማ አይደለም አልተደራጀንም ጅማሮ ላይ ነን እናንተ ራሱ የየክልሎቻችን መሪዎቻችን ልንሰበስባችሁና ሰፊ ጊዜ ሰጥተናችሁ ችግሮችን መወያየት አልቻልንም ጅማሮ ላይ ስለሆንን ምን አይነት ቤት እንደተረከብን ስለምታውቁ በዚች እኛ ቁጭ ባላልንበትና ባልተረጋገንበት ጠላታችን መሀላችን ገብቶ እኛና መንግስት መሀል ደግሞ ገብቶ ሁላችንም ወደ ጦርነት እንድንገባና ወደ ማይናዋጣ ማንወጣበት አደጋ እንድንገባ ጥንቃቄ መድረግ አለብን መብታችን በማስከበር ጎን ለጎን ተቋማችንን መጠበቅ አለባችሁ ማንም ይምራ ማንም ይሄ ተቋም ተቋም ነው አሁን ያሉት ኮሚቴዎች አይደለም ተቋሙ ራሱን የቻለ ተቋም ነው ተቋሙን ማጠናከር ግድ ነውና ተቋሙን መከተል ደግሞ ግድ ነውና أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إيا لاجو ستة نبو ستة قرو ستة قرو ينبرا ونتركم سنمتا يتعلنوا تاتي اللهم لا يعلم نتاتي لا يعلم تاتي اللهم نتاتي نصر ده تبقى سوشال ميديا فيسبوك النابنا من ستة تبقى ስለማይታይ ፈለጋውን ያወራ የፈዛዛ ወሬ መያዝ የለብንም በተጨባጭ የፈለጋችሁ የኛ ቢሮ ክፍት ነው የየክልሎቻችን መግለጻችን ቢሮዋቸው ክፍት ነው ከነሱ ጋር እየተመካከላችሁ ሂዱ የክልሉ መጅሊሶች እነሱን ሳታማክሩ እንደፈለጋችሁ እንደብሮ ምትጨፍሩ በተላሳችሁ ለምደዋልና ተቋሙ ነው እንጂ የተቀየረ አመላችን ባህሪያችን ልምዳችን ስላልተቀየረ ያንን የድሮ በኢንጂኦ ላይ ስናደርግ የነበረ በኢንጂኦ ላይ መጅሊሱ ኢንጂኦ በሆነበት ሰዓት ላይ የምናደርገው ከአስቀጠል ራሳችን ነው ያወረድነውና እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ለስልጣኔ ማይደለም ገበሬ ባልፈልግ ስልጣን ዲኔን እስካስኩኝ ድረስ ብሎ የጀመርኩትን ሰላማዊና ትክክለኛ ለዲን ትግልን እቀጥላለሁ አስቀጥላለሁ ከሀቅ ሙጃማ ሳናደርግ ከመንግስትም ጋር ይሁን ከህዝብም ጋር ራስን ራስን ነው የሚያስተዳድረው ማንም አይቀልደኝም
ይህንን በማወቅ ሁላችንም ሐዲስና ቁርአንን ተመርኩዘን يقول الله جل شأنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أرغبتوا يمورون هم ما كتب لبن لمن ما جئ إنيت يمرون ما رغبت عن لبن كم ملكته وكال ما رغبت سورة ذي يامونا إيه يمان الدردر لنراج مسجداج ملسو يتكا الممراج سلاء الدردر أجل ميك أرد مسجداج برسالو يمن بحصم 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 أنا ميلم يلمي من قسم يلمي حدال بيه አላም ይሄን ቢሆን በመንግስት ተዛዘ ወይም በመንግስት ፍቃድ ሆኖ መንግስት ሀገሪቷን እንደመራ ነው ያስተዳድር ነው ይያላል። የአንድ ከተማ ችግር የኢትዮጵያ መንግስት ችግር ነው ብለን መውሰድ ይከብዳል። ችግሩን አባባ አድርገን ችግር የፈጠረበት እንደሆነ አንድ ወንጀለኛ እኮ ወንጀል በሰራበት ቦታ ነው ሆኖ የሚከሰሰው እንጂ በሌላ ቦታ አይደለም። ችግር ለፈጠረው አካባቢ ላይ ህጋዊና መብታዊ ጥያቄያችን አቅርበናል። መንግስት ያግዘናል የሚል ነው ተስፋ አለኝ። መንግስት ያግዘናል እዚህ ላይ ምንም ተስፋ ስላለኝ ኢንሻአላሁ ተዓላ ይበዚህ አይቀጥልን በሰከና መንፈስ እንሄድበታለን። መተከሰተውም ቢሆን አንዴ ተከስተዋልና እናርፋለን ሳይሆን መብቴ ከናንተ ጋር ዛሬው ነው እናበጀው። መብቴ ሳናበጅ ከዚህ ቦታ አንነሳም ኢንሻአላሁ ተዓላ። ስለዚህ አበዛባችሁ بارك الله فيكم بزاري أجنداتشن أهم رياض كوتن بويي تدابرا قدم برغراماتشن أستواواكي قطفا كميني قدر بحالا ريبورتي كربال كذا ريبورتي كربال برو بويي تن على سامنا تدرين كهولاتو ككلنو تو ريبورتي بحالا የኦሮሚያ መንግስት እኮ ኦሮሚያ ውስጥ ስለተከሰተ ኦሮሚያ የተከሰተውን ክስተትና ወራታውን ከባለቤቱ መጠየቅ ስላለብን ኦሮሚያዎች የደረሰው ባለቤት ስለሆኑ ሪፖርት ያቀርቡልናል። እንዲሁም ትናንትና ድንገት የተከሰተውን ሁለቱ መስጊድ ላይ ዘባዝምና ጉዳት ከፍተኛ ምክር ቤቶች ያቀርቡልናል። እነሱ ካቀረቡልን በኋላ ወደ ውይይት እንገባለን። ተወያይተን መቋጫ እናደርግላታለን ነው ብላችሁ ስለዚህ ሀሳባችሁን ቀንጨብ ባርግታችሁ ይዛችሁልኝ ውይይቱ በምንከፍትበት ሰዓት በሰፊ የምናወራበት ይሆናል። መጨረሻ ላይ ደግሞ የምን ሰላት ማለክ ስራዎች ይኖራሉ። ሀገራችን ሰላም 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 አላህ አድርግልን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኦሮሚያ ሚዲያ ሁሉ ጊዜ ይጠይቃል 5 ደቂቃ ያለው ቀንጭቡ እንዲያወሩ ይፈልጋል። የኦሮሚያ ሚዲያዎች እዚህ ስላሉ ካርሶ የክልል ኦሮሚያ ቢኖርም ካርሶ 5 ደቂቃ ያወሩ ወቅታዊ ጉዳዩን ቀንጨብ አድርገው ሚዲያ አስቆሮ ድረስ ለተመረጣቸው መጠበቅ ማለትና ዘይለም ኦሮሚያ መፈልጋቸው ከሆነ በግድ አጠቃላይ ጉባኤ ስለሆነ ከዛ ውጪ መሆን አይችልም። ውጪ ነው አባታችንን እጅ በጣም እናመሰግናለን። ያ ወደ ኦሮሚያ ሪፖርት ከሄደ
ከመሄዳችን በፊት የምሳ ሰዓትና ቲ ብሬክ የሻይ ረፍት እየተገጣጠመ ስለሆነ አብዛኛው ከክልል ስለመጣ ሻይ ረፍት አድርገን ብንመጣ ይሻላል ኦሮሚያውን በፈቃደኝነት መድረክ ሰምተን ብንመጣ ይሻላል ለመወያየት ሰላትን ስለደረሰ አንድ ፊት ሰግደን መውጣት እንደምንችል የሁለት ሪፖርት ሰምተን ወይት ከዛ በኋላ እናረጋለን የሁለት ሪፖርት ይክራል። የመንግስት ሚዲያና የግል ሚዲያ ከዚህ በኋላ እንድትወጡልን ትብብራችሁን እንጠይቃለን። መግለጫ ሰዓት ላይ ግን ከሰዓት እንድትገኙልን እንጠይቃለን። Thank you.